ألمني متابعتي لي مقطع في اليوتيوب يقول فيه الشيخ أسأل الله له الهداية ولنفسي من قبل، يقول فيه: أنا لا أدري بالنسبة لإخواني الإباضية في عمان هل ظلوا مستمسكين ببعض عقائدهم أو بعقائدهم الكفرية؟ قلت: الكفرية؟ أرى مباشرة في التلفزيون، برنامج متلفز هذا، وبعدين إيه؟ حمل على اليوتيوب. قلت: يعني أنا أعرف الإباضية، في بيتي مكتبة إباضية أيضا. قال: إباضة، طلع إباضي. فكرنا زيدي، بعدين طلع جعفري، بعدين طلع إباضي، فكرنا ملحد زنديق، مش عارفين إيش هو. قال: هذا الثقافة والفكر، يجب أن تقرأ وتعرف كل شيء، لا تتكلم فيما لا تحسن. عندي تقريبا مكتبة إباضية في الأصول وفي الفقه وفي الحديث، مجاميع إباضية. أنا لا أعرف هذا من الإباضية، أنا لديهم عقائد كفرية تخرجهم من الملة. فأصغت بسمعي لهذا الشيخ، عفى الله عني وعنه. حاطط موسيقى هذا تبع جماعة ديفارا الملاحدة كي يتعلم منه، يعني وين الكفر عند الإخوان الإباضية في عمان؟ والشهادة لله، هؤلاء الناس واثعون محترمون طيبون، لا يثيرون عجاجة يا إخواني في أي مكان. وطبعا ليس من داع لأن نتملقهم، هم في سلطة عمان وعدد قليل، 2.5 مليون، وما بيدخلوش في المسائل الإقليمية ولا عاملين أي مشاكل، في حالهم علماء أفاضل حقيقة، عندهم علم وتحقيق وفضل، لا يحبون النزاعات الطائفية والمذهبية في بلادهم، يمنعونها بقرار حكومي ممنوع. وأنا أحيي أيها الإخوة وأقدر هذه الحكمة المشكورة، مفروض كل الحكومات العربية الإسلامية نعم تمنع بقرارات رسمية التورط والانخراط والتتابع والتتايع أيها الإخوة في المجادلات والمشاكسات الطائفية والمذهبية، ممنوع هذا، ممنوع. يترك هذا للعلماء في المؤتمرات أيها الإخوة أو في غيرها على سبيل التحقيق والنظر. أيوة هذا اللي بدنا يا عدنان، تحقيق مش تزندق. يعني عدنان يتكلم في الأباضية ومعروف منهج الأباضية ودخولهم في سب الصحابة وفي سيدنا عثمان ومعاوية. جماعة الأباضية عدنان إبراهيم زارهم في عمان، وهذا ما يدل على ما قلته لكم عن الأباضية ومنهج عدنان إبراهيم. عدنان يقول لازم نكون إحنا منصفين، ولازم الحكومات، نعم أنا حتكلم مع الحكومات اللي انت بتحكي عنها يا عدنان إبراهيم، وتطبق اللي انت قلته، أول واحد هتطبق عليك إنك تنثر النعرات وتشكك الناس في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كقولك أن الملائكة لا تؤمن بالله، وأن لا يجوز الأخذ بصحيح مسلم بخاري، وأن الدجال خرافة، ونزول عيسى عليه السلام كذبة. هذا كله ما تخالف أنت الكتاب والسنة وما أجمع عليه وتحقق منه العلماء، فأنت تكذب على نفسك وتكذب على اللي جاسي معك يا عدنان. وأول واحد حتطبق عليه القرار عدنان إبراهيم، وأنا في بلدي الأردن حتكلم مع المسؤولين الحكوميين في الأوقاف إنه هذا الشخص الزنديق ما يدخل الأردن، وإذا دخلها أنا حتدخل شخصي بإيقافه. وهذه رسالة لعدنان وكل واحد بيتبعه، خلي العين تيجي على عدنان مظبوط، وكل واحد بيصدق هذا الزنديق الكذاب اللي نازل ينافق، شفت النفاق؟ بينثر النعنات وبيزعزع صفوف المسلمين بكلامه المسوس فيه السم والخباثة، ويروج للمعتزلة ويطبل من جال آخر للأباضية. هذا هو الزنديق عدنان اللي فكروه الشباب انه عالم، طلع رجال كذاب منافق.